بيسألوني كيف عايش المواطن اللبناني بظل هيدي الأزمة وراتبه قليل كتير. تعال أخبركم كيف. أول شي بتحرص إنك تشتريه هو ربطة الخبز العربي حتى تشبعه. سوري، الفرنجي صار من قائمة الممنوعات. صناديق المي ممنوع، عم تستبدل بجالونات معبي من الخزن. حولنا من آكلين دواجن وأسماك ولحوم إلى نباتيين. تشوز ما بقى فينا نشتريهم، صاروا كتير غاليين وهني ونيوز، عم نستبدلهم بفوط منزلية ومنغسلهم. عامل باتس خلاص ما بقى عم يقدروا يشتروه، عم يضطروا يرموهم على الشارع، والمواطن اللبناني عم يتعرض لخطورة الكلاب المسعورة على الطرقات. أرخص شواية ب100,000 تلقائيا تخلى عنها المواطن، لأن ما بقى بيقدر ياكل باربيكيو. مج الإزاز بدنا نستبدله بمج ستانلس ستيل حتى ما ينكسر ونضطر نشتري غيره. البيلو 500,000 ليرة، كانوا قبل 300 وشوي دولار. كرسي صارت ب 6,899,999، بدنا ننسيها، يعني لازم نصير نقعد على الأرض.